عبد الله باث، شو رايك تقفل؟ والله رايي اني ما عرفت اسولف معكم صراحه. اخر بث تابعته لك في رمضان، ما بث انا في رمضان ترى، اعطي خطبه ندمت انك فيه. لا اليوم بدخل قسم مع ناس ما اعرفهم، مع ناس جدد، بفتح صفحة جديدة. ايش فيك هذه؟ ما أمول عليك، مصور شوي تقبع. انا ناوي اقطعها مع الناس اللي اخويا يروي، والعب مع ناس جدد. طيب واذا دخلت معهم وادخلوا عليهم قولوا ما شاء الله هذا مسعود، هذا احسن واحد، فهمتوا؟ طيروهم في العجة، اي واحد ادخل معه الله مسعود يا ربي هذا احلى واحد، احلى واحد، مبروك انك ما تلعب الا معه كذا زين. خوي سطعني زوين. حرام عليك، وقفت على الكذب. هدوء عندي صح؟ فل العوازل. درو المكان ده، المكان ده عنده عوازله تصل إلى 100% عازل. تكاك صح؟ العيال عندنا ولا كم بثيت في المجلس؟ تسمعون كل شيء؟ هادي هادي، من كثر ما هادي أسمع صوت ضد الهروب. عبد الله الشهراني من اللي عنده؟ ليه تبث الاستديو؟ وين ابث؟ طلعت صادق يوم قلت بث كذا. نعم. احسب اني مكيف شلون مشت مثلي ما اغليك تغليني، ما داريت انك عيد وين وقال يا رجال. الله يوفقك. قولي ايه نادينا هلا. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. ترى الاخلاق قابله، اقسم بيات الله لا ازنطك بغترتك. تقفل وتفتح. شو اخبارك؟ شنو؟ اقول شو اخبارك؟ طيب شو العلوم؟ شو مسوي ابو سالم؟
طيب كيف دبي والاجواء والتمشيه؟ يقطع عندك يا ولد، يقطع مني ولا منك؟ مني ولا منك؟ اسمعني الحين مني ابو ولا صالح، منك؟ اسمعني، يقطع مني ولا منك؟ ما يقطع. وين ما يقطع؟ انت كانك بعد سلام. ازارك زين؟ انا زين، انا سوى يا ولد. شو اخبارك؟ عندك لابس الهلال كانك اخي غنوم لا راح مدرسه. لا ما تسولف، هذه سالفه. قول يا ولد تحب العلوم اخي ما اقدر اختصر ذبه، انا اعطيك ذبه طويله وانت وانت مباراه اليوم، يعني مباراه اليوم فاكيد لابس الهلال، تابعتها في الملعب عندنا في ابها، بس يعني ما في اي والله. شو علومك؟ والله زينه. شو اخبار؟ شو مسوي؟ الحمد لله. اذاعه اف ام؟ لا والله، بس تبغى الصراحه اني انا بعلمك تحب السالفه مليح. اسلم. انا صار لي شهر زين ما عاد تقبلت الزوج، احاول اني اتقبل البثوث وابث واسولف مع الناس وادخل قستات، ما اقدر، يجيني شيء قدامي زين. احسه فاغر كيف عنده عيال. طب شو طلبهم من نون؟ اسلم زين، انت قاطعني عشان الكومنت ذا الخايس لنفسك. اسف يا ابو سعد، عرفني عبود صح؟ والمهم اليوم اجبرت نفسي اني افتح لك، حاول انك قد ما تقدر. ابو سالم ايش اجي اطلع الكلمه من حلقك؟ تكلم. شفتني اقول لك بثوث ما اقدر اسولف فيها يا ولد، حاول انك قد ما تقدر تواسيني عشان ما افصل عليك واطفل. حب العلوم. يا سلام. والله اليوم يا طويل العمر السلامه صحيت من النوم ما لي خلق اتابع المباراه ولا نيتي اروح اتابعها في الملعب. وانا في الفراش اتمغط فجاه يدق جوالي، سلام عليكم السلام، في تذكره انا ما عاد اقدر احضر. يا ولد اعترضت تسوي التذكره، اعترضت كذا قالت يا عبد الله احضر بي ما احضر. وانا اقوم اتروش والبس واركب موتري واروح احضر المباراه. يوم قد احنا في الملعب ويعرفنا رجال من شروك يا ابو سعد، قال يا ولد ايش تذكرتكم؟ قلنا فضيه، قال تعال ادخلك في اي بي، وهو يعطينا في اي بي. اي والله نتابع المباراه هنا مبسوطين لنا بالخير وفاز الهلال، طلعنا رحنا تعشينا في مطعم وانبسطنا، وجيتك والله فتحت بث يا ابو سعد. ها؟ تبعوهم مليح. اسلم. بعد خمس ايام ان شاء الله، ست ايام ورا ما تخليها شيلات يا ابو سالم اصرف. بعد خمس ايام ولا ست ايام ان شاء الله راح نتقابل. على خير ان شاء الله. فين؟ في الكويت ولا في الرياض؟ في الجو. طيب خلينا نلعب جوله، خلينا نلعب جوله لعله عسى حق نشوف حق التقل. ما يحتاج جوله يا رجال، جولتها من هو فيها. لا والله ولا مستانس صح انك معي. ها؟ والله ما ضحكك في الجو، قد ضحكت في السماء؟ والله ما ضحكت. والله وقسم بالله لا خليك تضحك بين الارض والسماء. والله جد يا ابو سالم. امسخر لك الناس. طيب انا مسعود وش؟ ها؟ انا مو بناقصني الا الفلوس، بس يا ابو شو اسمه ولا احنا ايش ناقصنا غير الفلوس يعني؟ كل شيء موجود. انا رجل ناقصني فلوس، انت ما ناقصك فلوس. لا والله ناقصني فلوس، انا شاري بيت، انا على الاقل فلوسي اللي تجيني الناس تعرف وين تنحط. انت فلوسك تجيك ما تدري وين تروح، ما حد يعرف فلوسك. عندي ابل، علف ابل ما غير في ذا الاستديو، حتى فندق ما تاخذ استديو
استديو ما فيها تطلع ما استديو استديو انا عندي استديو وانت عندك بيتين خلها يا ابو سالم والله جد يعني خلاص قرار نهائي الاسبوع الجاي والله شوف بالصراحة يعني لا تربط مصيرنا في احد لا ما بربط مصيرك يا حال انت مصيرك مربوط في نفسك بس يعني ان شاء الله ان شاء الله الاثنين اذا ما هو بلحد يا سلام كلام جميل والله نعم عم عني محلق لين تدقي تقول حلق تتحلق دقن بتضحي انت سعد الحلق اي وقت بكره بعد تقول ترى في لندن ما تروح حلاق وين اروح اشتري لك ماكينه كل ما قمت من النوم قبل ما تقوم من النوم شو تسوي انت تعال قبل ما نسافر ايش رايك نحل مشاكلنا قبل ما نسافر يمكن جوك مو مثل جوك والله شوف لا تقريبا نفسك يعني ايش جوك خلنا نتخلص من الحين عشان ايش جوك ابو سالم تذاكرونا متهدين في لندن ما لها داعي ايش جوك انت عطني جوك عشان اذا سافرت تكون السفره حلوه شب خلنا نشكر الداعمين بعدين عم يقين جوا يا قدمي من اللعب والدعم الله اول حاجه يا اخوان اللي له خاطر يشارك في سفرتي لندن يدعم شاركت. حالة إنسانية شخص يتيمي بيسافر حالة إنسانية يا أخوان نرجو دعم والله بعض الحالات الإنسانية أنا يعني ودك تصدقون على اللي بيهم حياة ما شاء الله تبارك الله طيب أنت تعاني من البثوث صح ما كده تحس طفشان ما تعرف تبث ما تعرف تسولف ورا ما تخليها شيلات لا تقاشرنا ولا تجاكرنا في البثوث خلها لنا بني آدم طماع يا أبو فالح لازم إنك تخاشر يا مسعود تاكل إعلانات من هنا أرباح سناب من هنا أرباح تويتر من هنا أرباح يوتيوب على الشيلات من هنا فلوس الشيلات من هنا ترد نفسها بنفسها من هنا مسعود كيف الدنيا ما فيها بق شيء لإخوانك ياكلون حمى غير على ذا البث الرازق في السماء والحاسد في الأرض إلا وراء ما تطلع للعالم من عندك فلوس وليه ما تبين الفلوس اللي تجيك؟ وسالم احنا بنحل مشاكل ولا نزود مشاكل؟ ما ادري عنك انت ناوي تمشكلنا عاد احنا ما راح نديرها. اسلم نحل المشاكل، ايش اول مشكله تعاني منها تجاهي؟ والله انت مسافر وش اول شيء تسويه؟ علمني. اول ما اصحى من النوم؟ اول ما تصحى من النوم افرش اسناني. حلو. واحب اصحى بدري اذا المكان جديد وابغى استكشف. تقريبا كم ساعه؟ ما ادري عن التوقيت اللي هناك بس تقريبا 11 12 تقريبا كان 11 12 ما احب اجلس في الفندق وقت طيب احب التكيه في الاماكن اللي تكون مزدحمه يعني مثلا في كافي عند ناس يمشون كثير احب اتكي هناك اقزقز وانا جاي طالع في الناس ايه احب يطلع رسام المطاعم البرستيج الحلوه اللي مو غاليه بس انها جميله لذيذه يعني وترتيب ما احب الدواعيس حلو شنك بدواعيس يعني الاماكن اللي تخوف كذا رايح مع حرامي جوالات اسلم لا بس ابغى اموت ابغى انخض ابغى اموت كبير تقول لا ما احب الدواعيس احب شو اسمه شو اسمه بس والله اتوقع جوي حلو لحد الان إذا روقت أضحك والله كذا أمسك واحد إنجليزي وأنفضه وإذا ما روقت لا بروق إن شاء الله قول إنك ما روقت إذا ما روقت يطلع عمر السلامة شو اسمه في صيدلية هناك في بس خلاص تشتري منها سجاير فهمت باقي تدخن يا مسعود لا وين الله حرام ما عدنيت ولا عدنيت ريحه ولا عدنيت اللي دخلني يجيني خشمي وعيوني وعطس طيب الموتر وشو؟ لندن روز ولا رنج ولا كامري كلها ترى ما يا رجال اشتري شوز الله يكرمك بس خدهم الباقي ترى لندن جوها عاد واحد من خوياي هناك يمكن مره أكيد بمر، احنا ما رحنا إلا عشان. لا،
واحد من خيالي. خوياك خوياي امك امي حبيبي يا ابو سعد. اذكر اعطاني امي امك امي. ها والله خلاص سعد ممكن يجي. رحنا في سالفه حتى البسكوت رفعته بياكله. كمل زين. اسمع ها الرحلة. شوف أنا رحت لندن مع نواف عقاب أخصر مبارك الخيرين وقعقوري من بعد بس حلو. ورحت مع سلطان الميري وأحمد رحية حلو. الروح الثالثة معك أنت معي تراجعان المركز الأخير كله. اسمع على أي مستوى أنا قبل ما طبعا كلهم أنا اللي موديهم. أنا اللي أقول ارقد قم اصحى سوي فطور. احمد الحين كان يسوي فطور بالعصا سوي فطور يسوي. اخيرهم انا في المطار قبل في المطار هذا اقول لهم وش تبغون الرحله نص ولا هابطه ولا توب ومنصور زايد الله يستر وخير. حلو انت ايش تبغي الرحله؟ انا ابيها في اي بي. ها أبيها في آي بي توب. إيه في في آي بي أعلى من الفي آي بي وأعلى من التوب. في في آي بي سكن في آي بي ملابس في آي بي تطلع لي بالسروال من تحت وسيع من فوق ضيق والنظام ذا الكلاسيكي ما أبغى. أكل كافيهات معروفة وترند في لندن. ما أبي أروح كافي ما في إلا أنا وأنت وست بنات طالعين من المدرسة. ما أبي لا 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 أعوذ بالله. اي والله ما تنسي في الشارع طيارة بزنس. ابي مد رجلي وعندي شيبس وتويكس وعصير وتجيني المضيفه تقول ايش حصلك وغيرك. لندن فيها 3 مليون. انا ما اشرف من هنا اشرف في هناك. لا والله نشرف فيه هنا وهناك ندعم الرجل السعودي. ابي حول لي طيب فلوس الرجل السعودي او يا رجال احنا ندعم بدون تحويل. ايش فيك انت يا رجال؟ ايوه والله يا ابو سعد تتكلم صح. اول شيء انت وش تبي انت؟ انا شوف شوف انا ما احب اطلع. شوف اعلمك عاد احنا في الساعه احنا في السعوديه اكشخ اطق النظاره ريبان واطلع شمس وشوي مطر وشوي حر. هلو ما يروح معي واحد ملقوف يسولف مع الناس وذا وخبر. لا لا خب لا مر لا عبود الشهراني زين طقم قراص يطلع منها دخان يلبسون اوفر سايز. يلبسون اوفر سايز. كم يوم تبغى تقعد؟ والله يشوف كم انت كم تشوف الحد الاقل يعني في الجلسه في لندن؟ طب الصدق انا والله اني تعبان ولازم اني اقل شيء اقل شيء اقل شيء اجلس 10 ايام. كم؟ وعينت لك فندق ملعون ولدين وحجزته. ما تسوي فاجأتني في البث انت كذاب. قسما بالله. كيف حجزته؟ والله اني حجزته الاثنين الثلاثاء الربع الخميس الجمعه. السبت لحد الاثنين ثمان ايام. ابو سالم وين نمسك رجليه من هنا الى بكره لين نوصل السنتر؟ حبيبي اجهد احنا نعرف الديله ونعرف ايش نسوي ونعرف وين نروح ونعرف. تدري ليش قلت فندق؟ عشان اذا جاء يوم نفست انت ولا جاك خلينا نقول حراره جاك زكام رجلك معورتك القى لبي حلو اجي انزل فيها تكي اسولف. حبيبي حبيبي ايش كنت حبيبي كم تو دبي ها حبيبي خريب في لندن عيال خالي هناك عيال عمي هناك مو كل يوم تروح معي وتجي معي انت يوم يوم طبعا نظام شوف شوف بقول لك شيء والله انا اتكلم جدي يا ابو فالح بروح اطلق 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 دقيقه اطلق وقت تعيشه في لندن إذا رحت لحالك. ليه؟ أنت تمهل تبي تسحب علي. ما أنا بروح معك أنا أسحب علي. أنا أسحب عليك يا رجال. أنت ما تقول خويك هناك.
هلا سير عليه وانا بسير على عيال عمي يا خالد. يوم يوم واحد لو اروح اسير واشوف العيش اللي هم فيها ما عديته. طيب خلاص ما انا برايح لعيال عمي ولا برايح لعيال خالي بس بشرط هروح انا وياك صديق هي بنقابله في الهارد بارك هايد بارك ابقى قابل وجه لوجه. لا والله بيكلمنا كام حمار انت زين استقبل قصايد انت الذي في الهارد بارك يحسبونها مظاهرة. بس بعد يحسبون ذلك اللي يسبون. لا والله يا ابو سالم صدق والله حجزت. فين رجع يقول كذا عبود طرد 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 يا عبود وانت الذي والله صدق حجزت مسعود فندق. لا خلنا حجز هذا اللي قلت لك اسمه حلو والله. لا 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 هذا الفندق هذا واحد من اخوياي صاحبه رجل رجل خوش رجال صار له 20 سنة يروح لندن عنده له فنادق هناك عليها شو اسمه عليها خصم روبوت. اي هذا الكلام هذا الكلام كم نموت في شيء اسمه خصم حني المشاهير نموت في شيء اسمه خصم في شيء ديسكاونت في شيء ما عليه فلوس في شيء ما عليه قريبه هذا نموت عليه وقريب من كل شيء ما عليك قريب مره اي شيء تويه في عندك بس اوصيك بشيء يا ابو سالم تفضل اذكارك لا توقف ما توقف اي اذكارك انت بسم الله ما شاء الله عليك اذا لبست البدله خاصه بسم الله ما شاء الله عليك رزانه جسم كتوف طول رقبه كبر خشم صغر اذنين وسع فم صغر عيون كبر حواجب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فانا اللي ابغاه منك تحصن نفسك نفسي يوميا محصن انا ولا يوم طلعت من الفندق ولا محصن تخيل اطلع تخيل اطلع ما تحصنت عن ام العين اللي بتجيني اي والله يا ولد كل يوم كل يوم ما اطلع من الفندق الا مصلي صلي انت في لندن والله على حسب ايش رايك غبي تسألني لا وقف انا ما قد سافرت معك يا عبود اخاف تروح عقبه تلبس ترسالة هناك ولا شيء ما ترسالة هنا بالله يا ابو سالم عادي تصرح تقول ما انا اسوء واحد قد سافرت معه امانه اي والله صريح ما وادد بعطيك مواصفات اللي ما احب اسافر الرقود الحمد لله نومي قليل والمتمذهل عندي وفي الهواء وش في الهواء؟ تضيع يعني يقول عندي وتضيع لا المتمذهل ايه اللي يقول كل عندي ولا يسوي شيء المكتفي اللي يحب الكبيه ما يعاون احجز لنا مطعم يقول احجز انت احجز لنا سياره احجز انت يا ولد احجز لنا كافي احجز انت انت يعني تصير انت امه السالفه انت اللي تحجز السياره انت يا عيال قوموا يلا يا عيال اجلسوا يا عيال اعتمادي ايوه يا المنعوره فهمت المنعوره المنعوره احس انها تتابع البث معها عجره كذا منعوره زين المنعوره تحس معها ناقه الحين تاكي عند البل بركس اسلم لا اشترك ابو سالم مبدئيا المواصفات هذه ما عندي شيء منها بس ممكن يطلع شيء لا ارادي مني يكون يعني مو كويس انا غير مسؤول تطلع غير اسحب عليك اوقف الرحله ستوب 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 اطردك من الغرفه استرحنا اول ما نروح لندن انا غير مسؤول عن اللي بيلحقونه مين بيلحقنا وقف ناس حرزوا الناس بيجوا انت لو منعت يدك من الجوال والعزمي ما احد مجا اذا هو يدخل بعد اول 3 ايام على الاقل نشوف ايش السالفه سام اقول خلها بعد 3 ايام واعزم
عشان يمديني قد حفظت الأماكن. أنا مستوي نفس حمد الحقيقي وسلطان هميري. أول هذه الأيام ما يروحون لا يقوموني من رقاد يا ولد مشينا يوم دلوا. والله العظيم إني أقوم من رقاد معينهم. وأتابع سناباتهم اللهم قايمين من الساعة 8 ومفطرين ورايحين ومتغدين وراكبين القطار. قهروني. عقب ما طيب دلوا. طيب نروح أماكن ريفية ما نبي يعني ندرس كل الأيام في لندن. أوه. 8 أيام في لندن. وثلاث ايام و 4 ايام نسكن في الريف. نبي نسكن مع عائله يا مسعود، مع عجوز وزوجها. انا ما احتاج اسكن مع عجوز، ما عندي بسافر مع نفس اللي يطلعون يسكنون في براينتون. هذا راك كيف هذا راك يدرسون دراسه، مش المشكله نكمل خليها دراسه. احنا اعرف بريطانيين عندهم عدائز، بخليك ترقد عندهم يوم يومين وارجع وارجع عادي. كيف لغتك انت؟ كيف لغتك؟ قوية والله صدق مسعود، يعني بساور معك انا لغتي زق الزق صدق، يعني مرة ما اعرف الا يسنو. فانت كيف؟ هلا اموري ماشي. هلا وش اكسكيوز مي كان اي هاف جو نو شرب excuse me can I have bike excuse me go no problem بس وخلاص دعوة هالسهولة يا أبو سالم. بس yes no give me go بس tea with milk دعوة ترى بأبسط من بعدين ترى اللغة هناك جسديا تقدر توصف له يعني اي شيء تقدر تسوي. نبي طلب دون خنزير شلون تساعد اللغه لغه الجسد. مي استوى نطلب وش اكل يعني نتاكد منه انه ما في خنزير. كيف نتاكد؟ انا اعرف المطاعم اللي فيها خنزير واللي ما فيها، بس تقدر تقول اكسكيوز مي جيف مي وان برجر نو مي مسلم نو شت بيبطل مسلم مي مسلم نو مسلم يقول لك نو بروبلم جو كافر نو كافر. عندي اسهل عندي اسهل. ها ذس فود بيك يعني خنزير اي نيد حلال. هم يعرفون حلال ترى يعرفون الكلمة حلال 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 حلال. أنا أشجع حلال. إيه فهمت. حلو حلو جو حلو مرة تمشي الأمور ترى. لا الأمور تمشي الأمور تمشي والله تمشي مرة. بعدين ترى أكثر المطاعم هناك بنعين عيال خالي يعرفون قليل عيال خالي قطريين. وين انا داخله بقوه. السلام عليكم. انا احب الظهير. الله يبقيك. ارفع الجوال ارفع الجوال. ارفع الجوال ما نشوفك. ارفع. تستاجر سياره عبد الله؟ ليه؟ لا ما نشوفك سند. ابو سا ابو ظهير ارفع الجوال ارفعه. اي يا رجال بس. اي يا رجال اي ما شاء الله تبارك الله. على كم الاكسنت عندك ابو سالم؟ ارحب ارحب. كيف حالك يا جماعه؟ والله تاكل يا ابو. من متى طلع لك لحيه يا وجه العنز؟ طايح من عينك جدا. ما توقعت الرد. توقع وجهك كله شعر. ايه كنا زوليه. يا عيال يقطع من عندكم ولا من عندي؟ عندك يا الخوي. كنا زوليه. شكلكم مغنيات زولياتكم ايرانيه. غير علومك عسى ما هي بالزولية المكروني هذيك اللي بالصالة. من البيت لا تذكرني ببيتنا القديم لو سمحت. طيب الناس تتغير للأخير. الله يعافيكم. وش حالكم يا الربع؟ أعرفك على أبو سالم مالك عقار في شمال الرياض. يقولون أول من ورد الدرون للرياض صحيح؟ يا رجال أول من ورد السوالف في الزمع كلا وجهي بالهدرة. ما قلت الله أشوفك أجل. يا ضبط
ابو سالم متاكد ذا استديو ولا معرض؟ ضبط. لا اسطرك. ايه ضبط ضبط. رب الكعبة يا مسعود شخصية رجل ثري. والله يا ابو ظهير اني ما هو برادني من الثراء الا الكرم. اسوي شعور انا بعلي والله من الجوع من شعور. الله يرحم والديك. شوف ذاك مقول مستر. ها مخطل انت؟ ما انا والله في الديره. ديرتنا بر. والله انك في الديره يا قلبي. اي والله في الديره. وش عندك وش ما عندك؟ والله ما عاد ذا شيء. احنا اخر مصيفين وبنروح. اي والله كم لك؟ لي شهرين احنا في الديره. ما تسافر يا ظهير خارج؟ يا ابو ظهير معلش استاذ مسعود ما سمعت سؤالك. والله وما تسافر انت؟ ما تحب السفر برا؟ ليش؟ برا المملكه؟ ايه انا اصلا اكتفي بسنابات لما تسافر فكاني مسافر. الله يرحمك. شفت الموتر اللي معي يا ابو ظهير؟ معه رنج لوحته واحد. ايه افخم فيه. العب 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 كل تراب العب. اقوم تتزرق على ذا تفتح عيون الناس علينا وحنا اللي هنا كافيين. والله والله مسعود من خيرة شبابنا الأمانة. وترى نقل نقلة طيبة عن المرة في الإعلام الأمانة. الولد هذا المرة قدام الإعلام يا أبو ظهير. أبو ظهير احذف الصفحة وارجع. احذف الصفحة وارجع. احذف الصفحة وارجع. يلا لا تشخص لا تشخص ولد الرجل ده بخطة ترى يا حرام. لا بمجي من طرف من طرف تقول كلام ما أفهم أنا. طلع مرة واحدة المعتوه. ها؟ طلع مرة واحدة. ضرب القاضي أو شيء؟ يعني طلع. أبو سالم. ها؟ بتنفذ حكمي إيه لا؟ بنفذه بين السماء والقاع. ضاغط في الطيارة. كم ساعة؟ حوالي يمكن 15 ولا يمكن 7. ادبل ادبل. والله ودي نبطي. مرحبا يا مشعل. مشعل ابن ارحب يا ابو ملحف. شكرا يا مشعل. شو تقول ودك وش؟ ودي نبطل السماء. من اول 3 ايام انت لو تسافر معي بتقول تكفى خلنا نقعد 2 3 شهور. انا ما اتوقع. خير تقوم الساعه 8 تقول في خاطرك دوي كيف اطلب فطور تسمع نسمع علينا الهوى من ريح عود ازرق كذا عطورات تفتح الباب الا الشكشوكه والجبن والبتبتر والشاي والكراك والمطر برا من اطراف الوادي وانا ارقص كذا. يا ما شفتك انا طبعا داخل الهوى حلو. ايوه ولا تبي تقوم ليت الطافيه؟ دا خوياك راقدين يا ولد سروال منطول تحت لا يا حبيبي. انت من النوع اللي الله يكرمك اذا دخلت دوره مياه تطول؟ عندي استنتاج بسيط بس اذا تسمع. اترفع عن الرد. دخل جوالك معك تقعد اترفع عن الرد. بس عرفت عرفت جوه عرفت جوه. اترفع عن الرد. يمديها غرفتين؟ مو باي سؤال ارد عليه. يمديها غرفتين؟ طيب لو تبغي ناخذ غرفتين ما قعدنا 4 ايام. لو نجلس قستين ما سافرنا. خلها غرفه وبعد ما ادري يمكن نعود 5 ايام. والله يا ابو سالم اني لا ابسطك بس يا ابو سالم نبي الشيء الزين والمكان الزين. معلش لا تروح تقول والله ما قدرنا والله ما سوينا. فكنا من الحركات دي. انا قايل لك انا منا اليوم الاثنين طيارتنا اذا ما هي بالاثنين لا حد. اي بس يقولون العالم فقد تحجز قبل. حظوظ نقل جماعي طياره. ايوه يا ولد عندي انت خلاص شي انت 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 حول. الو عبد الله حول الدراهم خلاص.
تم تم يا ابو سام تم. الدراهم عندك ظني نص تعقب وتخس وتكره. الله بنبت نعقب سوا يا خوي. طيب في بس انا وانت سام؟ اقول بس انا وانت نشوف ظهيري يا هاوي. لا لا مشغول مشغول واضح متعطل الرجال شرق الرياض. انا وانت ايه عاد انت تعرف تصرف. لا والله اللي بيروح من العيال مرحبا به ومسهلا. لا لا معلش معلش. اول شيء في ناس قد سافرنا معهم ما يصلحون لندن حقين الدمام. أقول أنت عبد الله والله تصلح لندن بس فيك طبيعة واحدة لو تخليها اللي هي لو كراكد يعني شوي تخبال بس ما في تخبال. لا خلاص ما في تخبال. طيب الباص موجود أطلع عبد الله السهراني الرسمة والنظارة والمشية وكذا بس تخبال خلف قدام بيتكم من اليوم مطر. تم عشان ما تنفس يوم من الايام ويومين بخليه مفتوح تخبل يلا ارقص. ابي اروح للي يسوي عروض بهلوانيه في الشارع ويحط عنده صندوق فيه فلوس بوديك. اخاف تلحق بناخذ معنا صندوق فاضي لا طفشنا ولا حسنا الموضوع لحقت لها يعني صفاء. يا ابو سالم سوي اي شيء ما تلعق صفا وانا معك. عطنا شيله شيء في شارع لندن حط جنبك صندوق ولا جيب عصا ولبس نظارة سوداء. واليوم الثاني انت تحط صندوق ويعطونك فلوس بعد ايش تسوي؟ بس انت ما عندك موهبة تغني ولا عندك ما في موهبة. لازم هناك نفكر وش يطلع لك موهبة تبع. لا والله يا ابو سالم لا والله اتكلم الحين جد والله العظيم اني متحمس لنا خصوصا معك. ان شاء الله ان الحماس هذا ما ينقلب عكسي. ما ينقلب ان شاء الله. ايوه طيب ايش رايك سكفة الشنب بخليها كذا؟ والله شوف قصره شوي من يمين بس وطوله شوي من اليسار. تم 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 انت انت عشان يصير معي ومقحط فاخر العشر يا ودك ابو عبد الله كومنت عبد الله منا ومقحط منا شي مش اذا ما طلع من هو بظهير شكله طبعا الكهرباء عليه جايب لك ناس والف تكانه روقان نهدي ابو سالم نلعب جولات ننفصل ارحبوا يا مرحبا ارحب يا متعب الله يبقيك. السلام عليكم متعب الحاج مسعود ابو شعبون. نعم ونعم يا هلا والله يا متعب ونعم يا مرحبا بك ارحب يا مسعود وش حالك؟ الله يعافيك يلا حيه الله يبقيك ويسلمك حالكم جميع مسعود المنشد القامه الاعلاميه البلوجر المعروف لا يعره وسبعين نعم عليك جوز مرحبا بك عبد الله ارحب لو تنطم فيه بس تحفر الرجال شو بزين يلا حيه الله يبقيك طول عمرك ايش حالك يا مسعود الله يعافيك طيب وبخير تعرف طيب هلا وغلا سكتني هذه سوالفكم من السؤال يا البدايات كذا لازم العلوم يا طبعا متعب صار من سكان الرياض متعب هذا حق ترى ابو سالم عنده استديو ان بغيت شله ولا ان بغيت دخوليه ولا شيء ترى الرجال اسعار رمزيه